الأسئلة الصعبة. السؤال الثاني، الصفحة 10. أول شيء نقلب أول حرفين وآخر حرفين. هلا بالمرب شو اسمه، اول شيء الدائره، الدائره دائره اول هدول منين، هدول اول اربع احرف، وعندك تورا وتا، يعني بس فتلنا اربع، الاربع احرف الاولى صاروا بعدين. يا ابني هدوء هدوء. المثلث شو عمل؟ نقلب اول حرفين واخر حرفين. تي اي وين بده يصيروا بالاخير؟ لا بس تقلبه بصير اي تي. طيب هدول راحوا هيك. كمان اي بي صارت بي اي، هدول كانوا هيك صاروا هيك. طيب اي ال، لا ال اي ضلت حالها. لا ما فات كمان قلبت. والام اي تمام. ما فهمت قولي. لا كل حرفين عم نبدل بيناتهم، التي بدل اي والاي بدل تي، نرجع هون البي بدل اي والاي بدل طيب بنشوف، لذلك اعطاني كلمتين. شوفي الكلمة الثانية، الام او صارت او ام، والام اي صارت اي ام، وان تي صارت تي ام، واليو ام صارت ام يو. بالتالي اللي القاعدة اللي حكيتيها تزبط على الثانية، انه نشيل اول حرف نحطه بالاخير. هون زبطت بهاي الكلمة لانه حرف بعد اي، حرف بعد اي، حرف بعد، يعني دائما الاي عم يكون موجود. طيب نيجي لهون. هلا هاي السطر الثالث عطاني اياه مشان اعرف انه لما بيجي مثلث ودائرة لازم اعمل المثلث قبل. فمنساوي اي اس ال كي ام اي كي اي. الدائرة شو قالت لي؟ باخذ اربع احرف هدول بحطهم بالاول. مين هي؟ دي ليكون. هذا كان السؤال الثاني صفحة 10. مين عنده غير سؤال بعد صفحة 10؟ صفحة 38. في حدا عنده قبل الصفحة 38 سؤال؟ هذا السؤال اللي ما اقتنعتي فيه؟ شو السؤال؟ طيب بنحله. هلا منين بنبلش؟ انه في عندي ا و ا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، الخامس والثاني، هاد ثلاثة أربعة خمسة وهاد، لازم يكونوا مثل بعض. لا ايه، فهاد الا لا، احنا خلص شطبنا الا والجي لا والدي لا. الاي الإيه مو ضابط، لأنه الحرف الأول والحرف الرابع محطوطين نفس الدائرة، لأنه غير إيه وتي. طيب هلا ومثل ما قلت إنه ما عندي ولا حرفين متشابهين غير الآ، بينما هون في عندي هاد لأن هدول آ، بس شو في كمان؟ في
كمان الأول والرابع. هاد لا مو هاد ملح. ايه هاد والأخير. هاد والأخير مثل بعض، بينما ما في عندي حرفين مثل بعض غيرهم، بالتالي البي غيره سابع. السابع. طيب السادس. السادس أول أربعة هدول حطيناهم بالأخير مثل المثلث اللي عدى فوق. طيب المربع شو عمل؟ أنت عم تقولي سهل، شو عمل بالمربع؟ أول شيء أول ثلاث أحرف بحطها بالأخير. ما بالأخير، آخر أحرف، آخر حرفين بحطها أول حرف. الـ ER صارت هون كمان. بعدين ثاني حرفين حطهم يعني الـ RD. الـ RD من ثاني حرفين، من ثاني حرفين على حالهم. بعدين أول حرفين. بعدين شو لون هي أخضر؟ ال W O. من أول حرفين. أول حرفين كمان. بعدين الحرفين قبل الأخير ال S T. ضلوا محلهم. اللي ضلوا محلهم ها زرق. بعدين اللي بتوصل الأربعة. طيب هلا اذا بنثبت هلا هون لما بيجي مربع مثلث مين بننفذ قبل؟ المثلث، لانه المربع لساته موجود. نحط القسم الثاني الاول. طيب فهلا المثلث لازم اخذ اول اربع احرف. لا هو اعطاني السطر الثالث مشان يبين لي الاولويات. هذا السطر شو الأهمية منه؟ نحن أعطاني شرح المثلث لحال وشرح المربع لحال، ليش رجع أحطهم مع بعض؟ إنه هون تنفذ المثلث قبل، فلازم ننفذ المثلث قبل. فأول شيء M E N T R، بعدين F U N D. هلا بصير أول حرف إيه. لحظة نحن أخذنا أربع أحرف ولا خمسة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. في إيه بالأخير مخطط بالفوندا نص الكلمة. هلا نجي للتبديلات. بس قلنا في شيء بده يضل ثابت. ال N A N T انتي بده تضل ثابتة. انا رمزت لهم هون بالازرق ال R D وال S T، ضلوا محلاتهم. طلع هون R D ضلت وال S T ضلت. هلا اللي تغيروا ال E R منين جبناها؟ هي اخر حرفين يعني D A. بعد الـ N T M A. لحظة في عنا D A N T هاي بتزبط، D A T N هاي لا، D A N T بتزبط، D A هاي ما بتزبط. ما بتزبط. عندك لسه الـ C والـ E والـ D. هلا بعدها الـ W O اللي هن أول حرفين M E هاي بتزبط، هاي لا. لا مو هاي، في عندي ضل السي والاي. بعدين ثالث حرفين يو ان. ليش يو ان؟ مثل ما احنا على حالهم هون صارت، هون لا انعكست فاض السي. شو كمان بدك سؤال؟ قلت وصلت لها الجواب. تاتولوجي. مين بحب يدرس تاتولوجي؟ التاتولوجي تيولوجي، علم التوتو، علم الثيو. مربع بعرف لوجي. لوجي اول اربع اربع احرف اربع كلها بتنعكس، كلها بتنعكس.
بلا استاذ حط كلهم كلهم عكس تو تو لوجي. طيب اما المربع اللي على اليمين شو بيعمل؟ طبعا في ترتيب اول اول ثلاثة بصيروا اخر شيء سيولوجي قلتي اول ثلاثة بصيروا اخر ثلاثة كمان قول هدول ضلوا على حالهم. طيب اوج اوجي حالة بس تغير محلها. واللون عكست هلا لما بيجي مربع يمين ومربع يسار مين اول شيء نفذ المربع اللي على اليسار. طيب المربع اللي على اليسار قال بيعكس واي ار فاول شيء واي ار تي هلا في عنا اخر ثلاث احرف هن بده يكونوا اول ثلاث احرف يعني واي ار تي وهون ام واي اس بالتالي الاي والام كمان هون بصيروا ام اي كيفتلو مين هن؟ مايس هاي لا مايس مي يار تايلا مايس ميلا مايس مي هاي تمام قرب قرب حدا ضل عنده سؤال ببحث الشفرات تمام سيجمنتال يا بنات ساعدونا بحل السؤال الثامن يا بنات انتوا معنا سؤال ثامن خطأ خاطئ بنشوف شوفي عنا احرف مشابهة اي هلا بي مي محذوفه 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 هذا بيزبط مي ما بيزبط 1 2 3 4 5 هذا بس ما بيشتغل احرف نفس الشيء بدي اشوف كلهم الكرر الاحرفيه بس هذا كمان فيه 4 كمان ما بيزبط طيب 8 8 سي 8 فيه 8 8 فيه ثلاثة ثلاثة بس بينما كمان ما بيزبط اثنين 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 كمان لا اثنين 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 ما بيزبط ولا واحد طيب خلاص معناتها هاد هيك خليني اسمع من عمي الارقام من عمي غيره بهذا السؤال بهذا البحث يعني الكل وصل لصفحة 40 طيب المهمة القادمة شو نحكي شيء